كان أي كقريب قلنا قوله س وزير ده ماذا حد دولة دي كان هذا قار كم إذا هم عارض كا أي مسؤولين كا وأي كم إذا هي دقة حرام تدرك توبة للسوا. بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وعنا ونكسان إذا هانتين بضاع وضيع الكسر ده هذا برنامج كني ربك هذا الوعي نقطة بكن كوي جدا إنه دنك أي توبية بوجا رئيس الوزراء عبي أحمد مدام مرة يندول يستاجي دهنا بالفلسفة ذها. كان ده دام يه وحمبارسي هي بوجاسي سيدو كلا واحد إنه غضب كان كفر عن قين دهنا ورر أفر اللي بعدين كساعة اللي صار في بره برشاد اللي جوف عقيدة يه أو قصة أبسن إن صومالي ده اللي جوف بهدلي بوجاسي سو بندقدي سيسلام مركزينا تاريخ الصومالي ده مال لكن كده عي واحد إنه فيرين دهنا ودول استاجي دهنا ملحوينها دول ديان كصومالي ده مصطفى محمد عمر وقان جيس النمل أما هذا العد وان قبشلا هين كجتش وابي فلنقين تاسع فرن لاتن كساع كو أدنيت بهدل كده كصومالي ده الله شايفين إن لوجو جيستي بوجاسي سو بندقي دي سو حالين عيقة فدي إلك عسى أو إنه أرمها عسى إسلف أقدي دونه دوري طبعا كدقيقة سو أدن إلك عسرو وما سنت هقول عن دواي دواش ما سلامي أنا قام مظل إثيوبيا وحلو سو بندقي بوجا مدمر أو مدوين كم بلا هذا الحي بوجاسي مدحون ياش ذي قال نظرا بكرة قريب قالي بالحرص هذا إنه كهرين بوجن إيه وح أوي هاي أديات قولوا مركا لما بسنت هاي بوجن مدل هذا الحي صار شكتي أو دتك أي سوي يعني لا صعب عندكم سيلو قال بل وح جديه سكت بوجن طب بدنا هرب واحد لأنه بوجن إن ويا هاي بوج دول دلالين بدنا نكمل غدا ولا قد جي فلسفة وح بارسين هاي iyo waxyaabaha gudahiisa ku duugan in ay yihiin waxyaabaha dadka dib ugu celinaya oo nidaamka federaalka ka soo horjeeda oo nooc ay maaragtay halka system ee adag Ethiopia uu maamulay dib loogu celinay dadka reer Ethiopia oo dhana waxa ay intooda badan ka midaysan yihiin halka kaliya ee lagu wada joogi karo ee dadku ay ku wada noolaan karaan in yahay nidaamkan federaalka ay qoomiyadaha ku dhisan ee qoomiyad walba ay si iskeeda ay isu maamulayso بوجن سدي تونكي بيشن مارسو أيام مناسبة وين وقعد على مقالة هذه سوبا لغو سوبا نجي ورئيس الوزراء وجوجي لما كان أي كقى يبقلين قوله س وزير ده ما دخل الدولة دي كان هذا قار كم إذا هم عارض كا أي مسؤولين كا وأي كم إذا هي دقة حرام تدرك توبيا لسوبا بوجن مدمر أما وذجر معنيه سوي هاي وحيابها وحوق سارة وكهذا يوحى كم إذا لو مرتي كده جن لو قري أما هو كسب سنة هاي وكهل ضيع تقالها سياسة دا إسكتوا بندى بلش دا مرت أريمها بلش دا إسكتوا بندى الشعب كا يوم مرتي هو جامين تا يسوع كله إذا ماذا يدور كمرتي أي كلهم وطن كاسي وحيابها زي وحيابها وقبضنا وبوكن وكهل ضيع والله كهل ضيع نروح الكيسة معنيز ويقيح يعني مناسبة مركا طبعا بوك مركي وقف قرئ اللي صوب بندقه ولا يبسده ودقانا قف كقرئ مركز وقصو حراضه هدو قف وين أو سياسي هو ماذا حي هنا وكسي حجرته هدو قف عادي هيانا يدنا قف كن تو قرئ يا يعني مناسبة اللي صوب بندقه تتكوى يبسدان ما دام قف كان ده وقت بدن وكبحي جهد يتدال وكبحي سيدو كلام مكتبتها يلا دقه سيلو يبسد أول أركتي أدبر كذا بوج دوني سوكله وحلولة مكتبة هبلاية بوج اللي جهلا أما روح هذا يسوقد أما أذيع أنت طلعت درسته قال بوج هنيه وبوج سيبله عشان هو بحيه أو هو أخي ما جت ما دام قفكو فكر إيو وقت إيو جهد إيو دلال وكبحي سووا نقفكو دونيو إن أمارتي إن كم أما دخلي نوكيها لما دام وحن وأبين بدن نزوجي ذي فكر بدن يجود إيو دلال وكبحي أنت مراكز تغنو ما لحدي ديجان هذا اعتمد ماشة اكسر قب كشيء هذا بوجو أفهمه بوكو قرنية أفهم بريس بوكو قرنية أف أورمان بوكو قرنية واسد حال القاد واسد حال القاد بوكو قرنية بوجو ما دام مركب ما لحدي ديجان هذا دمان لاير أو مناسبة أي جوجين بوجو اللي قدون سيني مركب بوجو اللي يبكين يا ما لحد بلاش وما سيني ما لحد هناك استنى بوجو ما كلا سيو حال لها باهي ذا مركزي كجيرت قبل كيس أي واحد دخل يبوقن قدي يدل بكسر حرارة إنه وح كعقبته يا مرتي لوسو جدنا يا ملقو أمري هذا نتصارحان سوق هذا إنه دق عاصمة مجال ده دسوا
ورئيس وزاره وستاج وغير وبوق وجدنسي وحو وسجدي أما أكو أمرين إلى أفر قرن وكون رجل دجا وغير إن مجال الإسبوع يكدست والله وتر قال إن عياره وهر مري وعرين معناها إن كمل أكو نسوي ذنك لأن يرادينا حوالي واحد بدن كعاون يس أو أي مرتي أنتي أرمي سبورتي اللي تقولون نقول يس وان واحد قبض واحد. إن مدحوينها أورمية شميلس عبد السا. سكان والله يربو جريزارو بدون سيو سكان محلوس وجدي عملوا أمري. إن أو دسو مدحف وين إن وخدسو جوال كأورمية. مدحوينها عن فرتا. يا الله يا رسالة. سبب بقول قدوسية وحلا يلي السودان كجود عن فرت وإلى ذهاي. تاريخ لقوط الجلي. أما ما أعرف تعال لقوط الجلي السودان كاسي. وأنا أقول السبب اللي واحد دخل أبوك كسر حرارة جود يدوي ما كله يبقي. ملاحظة كلا ملاحظة بناءنا كأحمر هذا كلا سكان سيدو كلا تا نبقر هذا اللي يلي وحلو الاستع. متحف التاريخ متحف بيع مسيحوها إن مارتي. تالو بتكون جنبها يو مارتي بنشقولك يجينا بحالي دي مكتبة قرن وضدكوا أي واحد كفى إستان وبوياك ترى ديكو وضدكوا أي واحد كسر آخر إستان وايدكوا يسوي مدن إنهم كانوا كل سبالي وواحد ديجانكم معنا ديجانو ضع يبقى هنا مركا وحال لي هاي ورك غار أي عدينا يان مدعوينا كستا وحا بوغا وحي كسو حراوضا لغو اللو سجدنا ملغو لغو لغلنا يا ملغو أمري إن وحي أي أبا هنيين شعب كيسا مركاس وكو قبتو والله وقبتو داي مكتبتها يا داي قراماتها يا داي مارتاي مدحف قرانتها اللي مدحف قلبت كيسا وحاوهي يتالوين كما بحالا يا دال حيسيال باوسو داوشتغي أو إيمانا يا إنكم أما دخلي ملعبا كسو قليس وحيث الدولد وكسو حرونيس اللهم مستعان أظن ما لحد كان أنا ما دحوي لك هستا وحي دين كيس وبهنيه بالو وين بس ما لنا عنو يمان رجلين يا بالو أمري أما لو سجدني إنه كل سوي حبوا كسو حرام وين بس ما لنا عنو يمان الحين مصطفى محمد عمر أو دي ما لحد كان أنا كم بذهب الحين دول دين كسو ما لنا أي سكان استاج كوريز زاره وغيره بوجا يا سنة ما تلقو دونسي رئيس الوزراء أرتا Soomaalidu waxay aad u qaateen muqaalka madaxweyne Mustafa intii sabadan oo rais wasaaru uu faahfaahinayay waxa waa wixii da Soomaalidu qosaysay baheed sababta keentay in aad loo qaato aad loo wareejiyo oo aad loo uga falceliyo oo aad maartay loo hadalayo waa wixii Soomaalidu qosaysay weey dadka Soomaalida hana waa dad maartay dareenkooda marar badan aan mart wixii iyaga ay dhibsanayaan aan qani karin oo aan qarsan karin oo si degdeg ah uga falceliye weey marka madaxweynuhu safa waa la yaray oo buugii uu gacanta ka yiri wasaaraha dhimay wasaaraha waa uu ka hadlay wuxuu yiri sida guushi cad wasaaraha dhahay guushi cad waa aan uga xusno waqooyiga wadanka yaa martay iyadana doonayna in kaara marda aan uga xusno guushi sabanki waa taariikh fa'wiin oo ay aabayaashana nooga tageen loona baahan yahay in jiilasha dambe lagu abaabiyo oo la baro sadaraadad wixii taqliyaha ee buugan gudii dadka soo xarooda waa inta looyin lagu dhisa habashida am ciidanka Itoobiya ee xilligaas meesha iyo ay guul u yaqaanaan oo urkiisana hadda Raisul Abi Ahmed uu joogay ee arintu aad soo shaacbaxday iyadoo oo la qabanayo munaasabada la leeyahay waxaan ugu dabaaldegaynaa oo aan ku xuseynaa guushii ka gaarnay dagaalkii 17kii ee Karamarla dadka Soomaaliyeed waxay arintaa batay mar badan halka aan kaga hadalay ba jirta dad kale oo Soomaaliyeed wadaalkaasi ama joogay oo qayb ka aha ama aan qayb ka ahayn laakiin xilligaasi joogay ama taariikhda yaqaanay ba ka falceliyay oo ka hadlay oo mar walba dadka Soomaaliyeed u sheegay inaysan ahayn dadka Soomaaliyeed wax qabta in guushii Karamarla ee dadkii ciidankii Soomaaliyeed iyo dad jabhada Soomaaliyeed ay ka gaareen ee ciidankii Itoobiya lagu jabiyay in Itoobiya ay shaqtaan oo guur ka dhigtaan dadka Soomaaliyeedna ay ku jirjeesan arin aad dadka loogu dhirigelinayo oo laga wacyigelinayo yahay oo ay tahay wax aan dadka Soomaaliyeed aan qabannin marka madaxweyne Mustafa Buug uu la gudoosay adigu arintaas ba madaxweyne Mustafa loo soo jeediyay
dad badan oo Soomaaliyeed ba ka filciliyay arintan oo ka hadlay dhowr iyo 20 saac ama dhowr ama 48 saac ay u dambeysay aad baa looga filciliyay oo baraha bulshada marka fiiriso aad baa looga hadlay muuqaalkaas aad baa loo wareejinayay baraha bulshada siyaabo kala duwan baa looga filciliyay halka hadda iyo raakato hadalka ra'iisul wasaaraha ee boorta kaara mardha ku aadan ama soo jeedintiisa ma soo jeedin caadi ah bay ahayd mise amar in la fuliyo ay tahay mise waa wax dadka deegaanka iyo madaxda deegaanku ay iyagu go'aan ka gaari karaan oo ay leeyihiin go'aankeeda ugu dambeeyay ma resolute wa resolute wadanka weeye madaxweyne safay isaga xukuma soo jeedintiisa iyo amarkiisana wax farqa u dhaxay ma jiro waa war rasmi ah oo official ah oo halka rasmi ka soo baxa waana wax u baahan in la fuliyo markaas waxay ku xidhan tahay madaxweyne Mustafa ma u hoggaansami doonaa ama fulin doonaa oo go'aankaasi ama amarkaasi ama soo jeedinta ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ee dadka Soomaaliyeed ee warkaan ay tahay mid gunnimo ah oo dhaawacyo lagu danqay oo booqo lagu danqay ma qaadan doonaa madaxweyne Mustafa mise dhaguhu ka furaysan doonaa oo ma qaadan doono inkastoo rajaynayno markaan wanaag ka eegno inuusan qaadan doonin madaxda dowladanka Soomaalidana dee amarkaas ra'iisul wasaaraha ka soo baxay laba mid waayo hadii ra'iisul wasaaraha uu amar arrinkan laba arrimood baa dadku way leeyihiin laba arrimood baa ka dhacay ra'iisul wasaaruhu inuu la jeeday mid ay inuu axmaarada uu ku raali gelinayay oo uu oolaynaysa arrintan kaara marba iyo mid kale dadka qaar waxay leeyihiin in uu dadka u tusinayo in deegaanka Soomaalida ay joogan madax wixii iyaga ay ku amraan maartay loo soo jeediyo ee la ilaah sameeyay meeshaas ay u joogan oo aan war keenin dadka qaar taas u dhigayaan marka si guud markaan u fiirino arin aan la aqbali karin oo maartay sharaf iyo ciisi iyo karaamo aysan ku jirin baa hada arintaas mana filay madaxweyne Mustafa in uu aqbalayo waxaan leenahay madaxweyne ha aqbalin arintaas dadka Soomaalida ka horkeenaysa haddana meel kasta dadka Soomaaliyeed ay joogeen badan oo kamida oo arintan ay gaadhay si adag bay uga falceliyeen waana diideen dad aqoonyahanana way ka hadleen hadalka madaxweynaha ka soo yeeray oo luqad xariifnimo badan ay ka muuqato oo asal heer dhagax buur uu fahmi karaan ay ku qoray oo kaga hadlay arintan si dadbanna uga hadlay maxaynu ka fahmi karaa inta aan hadalka madaxweynaha Mustafa aan u gudagelin marka madaxweyne Mustafa uu taagnaa meesha stage-ka ee ra'iisul wasaaraha uu buu ku wareejiyay uu ka hadlay arrinta kaana marla sida anigu aan dareemay dadka qaarna laga yaabaa inay dareemeen waan khaldan karaa oo body language-ka ama madaxweynaha muuqaalkiisa laga dareemayay aad buu xuma oo waa isbedelay nin inkastoo markuu soo deganayay madaxweynuhu yar muusoonay laakiin marka uu meesha taagnaa waxa ka muuqday in arinta uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay iyo soo jeedintaas ama amarkaasi la siinayay ee ah in buugan wixii ka soo baxay looyin loogu dhisay ciidankii Itoobiya meesha ee ka dagaalamay kara mardha in madaxweynuhu aad ugu xumaa oo saraali ka ah arintaas ayna tahay wax uusan qaadan karin oo aad ugu culus dadka Soomaalida uusan ka gadi karin isagana danin Soomaaliya weeye damiir ahaan uusan yeelinin sababtoo ah wax aan ku lagu faanayo dadka jiritaankiisa ay ku faanayaan taariikhda kamida taariikhda aan lahayn waxa ma tihid oo Itoobiyaan kale xitaa waxa weeye lama la kaftami kartid lama la xifaaltami kartid xaqa ahna kama dhacsan kartid sababtoo ah kuwa kuleh adiga abayaasha anaga kulahaa anaga kulahayn yaa wax la qaybsanaysa oo meesha jooga oo u oolaynaya mar kale inay ku yeeshaan marka waxa loo baahan yahay qofku inuu taariikhdiisa uu ku adkaado halkankii uu soo maray uu ku adkaado dadkiisana iyo jiilkana la baro si aad maaragtay dadka kale iyo qoomiyadaha kale aad wax la qaybsanaysan ee federaalka aad maaragtay kuwada hoos jirtaan aad u dareensiiso inaad tahay qof xaqiisa dhaxsan kara taariikhiisa ku faani kara dadkiisana bari kara ee qofka khayrkiisana la iska celin kara oo wax la qaybsan kara marka madaxweyne Mustafa waxa ka muuqatay dareen iyo muuqaal uu san raali ka ahayn wixii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu soo jeedinayay markii buugga uu dhiibay hadalkiisa aanu imaanna madaxweyne Mustafa hadalkiisa marka uu imaano hadal kooban buu ahaa wuxuuna madaxweynuhu ka falcelinayay horta dad baan baa waxay lahaayeen madaxweyne Mustafa arintan inuu fariinta ku adag tahay ee dadka muxuu u sheegi doonaa ilaa madaxweynaha oo aan hadlin wixii waa ka soo horreeyay
رئيس الوزراء أبي أحمد أحماري وكل ذلك واللو فسره وحي أقولها وأنا كفل عليين مرك قف كي بوق لوسو دي مينا مفرين تلوسو دي بي محوها محين مصطفى وأنا مدحوني ديان مسؤولية بسهر إذا مرك وحاء وواجب كسانية إن شعب كسومالد وعديه وحن الله صار شيء غي منو هير جرين دونا ينكره أما إنه دقن جرين دونا ينكر الله مستعان مدحونه مرك قراء الكوبن يصار دي برت وكله فيسبوك أو كيف العلن اللي أرماه هذا تجنا أفرت سديد ساعة على صورة عفي أذكر لو قف العلي قرال كيسو هالبرغراف بها وان سوق أنا يعني قرال كيسو ماذا خينا كده إنه حافيرنا بالمعنى معناها ينحرك يوحر مدحونه ولا جيدي أنت إلى هنا جرنسيو وحوي مدحونه ويل جل جلون قاجدو كرين كليا معها واحد لو كان وقارك إعلان وقارته وحكروا له كان أجار هبو يهاي، إنه أجار ويهاي أنا هوبين، بس هو حيابها إنه إسكو أجن هاي كم ذا، دق كهرنع لابلكع هو بسم الله عن، موقف كيذا بوري، كأدن قد يذاها مسير كي تاريخ أمضو ما هكوا أي تهاي، إن ساعدوا سيد اللي يسوي دي وأم سليلة اللي يسوي دي. ومعنى هذا أنا قرتو كل اللي واحد قرتو تنقل كلام تاس ما واحد يسلوه اليوم مالي هلا ومال كقرن والله ما تعبتنا وأكو أي تايبوري إن لقط له هذا لذا فعل لذا يوم أرتل هذاك كيل كستابة وكتبه مرك وحها بومبوري إن أرتنا لغو صامو أرتنا لغو أفضل هذا كأنتم بينه وحنا نفهمه ومرتي وقتي إنه ليه هاي أرتي يعني الحرق يعني وحن بالإل فري إن لا مرتي لا سمايو أو دقن قلنا خذو يا كهرس إن لقى حظو. مركا أركتر لوسو مارتين الله فروحه موت بيشسون. أو وين بينو سو دواد؟ يعني لسك سو مين؟ حتى أركتر لوسو. يعني لسك أفرن أركتر لو أفر. مركا وحن أري ما حن لقى حظيو تاريخ لا. يعني لقول دق دقني. حتى بلنا أنا وحن على دقن قلنا وحن نلاص وشيء. أو أن سماينو. حتى عن لقى ورسو. مركا هدي أن سماينو. هل لقى حظو؟ وكذا هل ملقي يا با بوغن مدام او اف حبش قوري ان مدحوينه او هوبو ان لعاق تالا تري حتى تقفير لو دس ايسن كسو بحين ديغان كسوماليه سببته ادك سوماليه انت اف حبش قورته يا انت فهمتها بقول كي بلبا ما دنا اديه مركه ما لا دريمي كرا او ما لسني كرا مدحوينه هوبا او اوغيهي ان لعاق تالوين لو دسو ايسن كسو بحين ديغان او ليبه بسو een horta in buug la akhriyo ee dambi ma aha oo dadku inay buug akhriyaan qofkii fahmay waxaan sheegnay in oromo ku qoran yahay af oromo af xamaari ku qoran yahay af ingiriis ku qoran yahay af ingiriis waa caam oo dadka in badan ba taqaan dadka soomaaliyeed xamaari inta qadan waa baantay laakiin dadka ingiriis yiqaan ayaa ka badan oromo soo kala soomaaliyeed yiqaan waa jeen laakiin waxa ka badan inta ingiriis taqaan marka qofku hadii uusan af xamaariga iyo af oromada fahmin midka ingiriiska ayuu akhrin kara hata waxa dhayn karta dad Soomaaliyeed oo turjuma oo luqad Soomaali ku turjuma in la xiro waa af carabi ku turjuma la xiro waxa hawsha xageed inoo balaariso ma kaana ma aragtayna macnaheedu waxa ka wada in la akhriyo oo la fahmo wax meesha gudiga ku jira macnaheedu ma aha inaad waxa weeye dhaqan galiisa wixii uu bugu sheegay laakiin horta inaad iska akhriyo iska hubiso wax meesha ku jira waan laaga sheekeyn baa muhiim ah dhaqaalaha laakiin laga sameeyay waxaan leeyahay laga sugiye dhaqaalaha marka dhaqaalahaas horta waa in heli dad buug iibsada oo san ku sheegay akhristu buug in la akhriyo dambi ma aha oo qof intuu gato yuu akhrin kara laakiin ma filay in dhaqaale buuran oo taala lagu dhisi doono inuu ka soo bixi doono hadii sa ay dhacdaba oo intii la iibsado dhaqaale buuran ama lacag badan ama maartay dakhli fiican uu ka soo xarodo waxaan un rajaynaynaa madaxweyne Mustafa iyo dawladdiis inay ku dhisaan sida ugu haboon waxa weeye taa cagsigeeda rag geesiyaasha ee Soomaaliyeed ee halgankii galay ee deegaanka in badan oo kamid xilligaasi ka xoreeyay ciidanka Itoobiya ee girmihii lagu tilmaamay xilligaasi waa ragii ugu geesiyaa madaxa ee saraakiisha Itoobiya gacantaas laga arkay ee waxa weeye baashi baalki uu watay maxaa Allah mustacaan maartay kaarihi uu ku jiray lagu qirxiyay ragii saas u galay ee ciidanka Itoobiya shameeyay ee muxuu waxa dhulka si fiican uga nadiifiyay ee meel
إلى هؤلاء هجرسي إنك استودع مركز دم الأبرجبي أو حوي علاس لساري رجاس بامضن إن دقاره جبوك صوب حادي ونقدم مد وحول السكره إنت لوين لغريسو كارا مردا يجودها ججيو لكن ما منه نك يدك ضياش اللي نك شعب كحسوقي نك وحوي إلى ما أنت تاين وعين الله وحوي حال دقته يدد ضال حبت هنا ماشان هير جورا هم بكت مع دينا تطلوك له مت نكلا له ما منه دخل أبوك سحر هذا مركب محمد سجدين مدرح المستفاد ذي أبوك سحر هذا أنت لوين لوريسه جرى أمر لوريسه مكتبة قرن سيدا كوا كله لوريسه باهيان وقبنا وليه مكتبة حاصلة ديو بوالي أكو قرين هن تاريخ دتك سوماليد يهلكك هذا الجوع إيه كوا صوص عضو أيوة في إيرستان وواحد بدل أيوة وجدان وح ما أنت عن هاي سنة إنه يا واحد طلع يوسف الجمال وهاي اللي غيري ورابع ويرك قها حلي أنا ضد بنا صوماليد لي وضك يقتحي وضياشي لي وعروتي لي وضمرك لي مركا بحول مصطفى ما كان قناع ولا سنكا إنه وح أنكسوين وحويه بالعكس وحي لوسو ديبي وح كدول إنه وقاطه أو تالوين رج مجاهدين تها إيه الجماعةشها وقرصوا إيه كستو أن مود أن فيلا يارنتهاس إن أي حوية ولست تهايو يلا مرحلة أن الجارين بقى أي حد أنت هالوين لرصوا وهذا هذا ما شاء الله مريو أي كده وأنت هاي مرحلة دي هوري يا معلمي هوري لصور دافع هذا ما بين مصفى حلنا هاي بحنا شرف يعزي يا كرامه يا وناك يا حجنمو يا دنمو يينا الضمير نور ليضحي سيلو اوغادو ما انت وحي كجرتا ودادك الصوماليين كرسوني ودا اضوها مت وحانتو وقامية خرنية اللقان دونتاي ان وحال وصوى امري وحكا دونا الصميس ادبا ما سنتا يساحب في القعس داوض يان انتا سيا ينشعلا هاي ينا عن قضاة كنكسو قبا قبا انو انتا انو كوكول مدون نو برنامج جدي النظام بوحاني ديكا قسي تقلنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.